الخير عليكم، صباح النور وصباح الورد والياسمين. اليوم جاياكم باش نصوب لكم ماسك، ماسك اباز دو غران دو لين، سميتها زريعة الكتان والبيض بالنسبة للبشرة الجافة وبالنسبة للبشرة الدهلية. نخليكم على الفيديو. الوغ اول حاجة كنشدو بيضة كنفقسوها كنشد بيض البيض هنا وصفر البيض هنا. بالنسبه للبشره اللي كتكون جافه كنديروا فيها صفر البيض، بالنسبه للبشره اللي كتكون دهنيه كنديروا فيها بيض البيض. اش غادي ندير؟ نخليهم دو كوتي. غادي نهز عرفتوا ديك الطحانه اللي كطحن ديك شي خبره اي حاجه، لي زاليمون لي زيفيس كطحن، انا كنطحن كلشي كداري. هانتوما غادي نهز واحد لا كونتيتي، انا بغيت غير نوريكم، انت بغيت نسايب الماسك ديالي ديال زريعة الكتان، غنطحنها ونوريكم. او اللي عندي دروك كي الغبره. الوغ بالنسبه للبشره اللي كتكون جافه غادي ندير فيها صفار بيضه، غادي ندير فيها ندير فيها ملعقه كبيره هادي ملعقه صغيره ومن بعد غادي نزيد عليها معلقه ديال ياغورت ناتور على ليدغاتاسيون. وصفه روعه روعه روعه. من بعد ما كتغسلي وجهك مزيان 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 بالماء دافي غادي تشديه غادي تحطيه على الوجه ديالك، غتحطيه لمده 20 دقيقه حتى نص ساعه حتى كينشف لك مزيان، عرفتي كيحس لي بانه كيتجبد لك شعرك وجهك كيبدا كيتجبد. من بعد كديري ان غوماج وكتغسلي وجهك بالصابون اللي هو طبيعي، الصابون اللي صايبنا في الفيديو القديم اولا اي صابون اللي انتيا كيكون عنده بي اش ناتخ، كيكون طبيعي ما فيهش مواد اللي هي بارفومي توسكي بارفان ولا شي حاجه، مواد محافظه حيدي ما عندك ما ديري بها، ديري الحاجه اللي هي طبيعيه. فوالا هادشي اللي كاين. ومن بعد بالنسبه للوجه اللي كيكون مدم كيدير بيض البيض. صحكم ولكم.